اتفاقيات خضبت بالدماء بين أطراف كانت تجمعها زمنا من الحروب والعداء، ولكن وحدتهم المصالح والنفوذ على حساب جماجم السوريين. 10 سنوات وملف القضية السورية على طاولة المتدخلين، يرسمون مصيرها ومصير السوريين بأدوات حادة تقطع أوصال الجغرافيا السورية ومعها أوردة السوريين، ليرتفع منسوب دمائهم المنسكبة على أراضي دولتهم التي لم يعد لديهم أي إرادة يبدو لإخراجها من أتون الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن، ولا زالت موصلة الحل مفقودة. عشر سنوات وملف القضية السورية على طاولة المتدخلين، يرسمون مصيرها ومصير السوريين بأدوات حادة تقطع أوصال الجغرافيا السورية ومعها أوردة السوريين، ليرتفع منسوب دمائهم المنسكبة على أراضي دولتهم التي لم يعد لديهم أي إرادة يبدو لإخراجها من أتون الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن، ولا زالت بوصلة الحل مفقودة. اتفاقيات خضبت بالدماء بين أطراف كانت تجمعها زمنا من الحروب والعداء، ولكن وحدتهم المصالح والنفوذ على حساب جماجم السوريين. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصرح وفي ظل الأوقات الحرجة والعدوان التركي على عين عيسى ومعه كل الفصائل الإرهابية المولية له، إن علاقات بلاده مع تركيا قيمة للغاية وليست مرتبطة بقرار العقوبات الغربية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه مع مولود تشاويشوغلو في مدينة سوتشي الروسية التي يزورها الأخير حاليا لحضور الاجتماع 8 لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين البلدين. لكن الحلقة الأكثر بشاعة هي ما يعرف بمثلث أستانا وضامنيه روسيا وتركيا وإيران. هذا الوصف أي البشع لم يأتي من فراغ، حيث بيعت الأراضي السورية للجانب التركي بطواطن روسي واضح. والآن هناك عدة أسباب تقف وراء تجدد العدوان التركي مرة أخرى على عين عيسى بالشمال السوري، يتمثل أهمها في رمزية تلك الرقعة الجغرافية بالنسبة للإدارة الذاتية ولقوات سوريا الديمقراطية، فهي بمثابة العاصمة الإدارية لها منذ تمكنت من تحريرها بدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي قبل 5 سنوات. لذلك فالهدف التركي عبر سنوات مضت هو ضرب رمزية أي مشروع ديمقراطي بالمنطقة، فالعداء التركي المطلق للمشروعات الديمقراطية والتي يحمل لواؤها الكرد مع باقي مكونات المنطقة يسبق عادة أطماعها الحاضرة هي الأخرى ضمن جملة الأسباب. ومن جهة مقابلة هناك رغبة ظاهرة في أن تضع أنقرة يدها على الطريق الدولي M4 الذي يربط بين حلب والقامشلي، وهو ما ستكون محصلته سيطرة وهيمنة تركية على غالبية مناطق شمال سوريا وشرقها واختراق خاصرتها الاقتصادية حتى أقليم كردستان، نظرا لما لهذا الطريق من أهمية سياسية وأمنية واقتصادية حيوية. لكن ماذا عن الجانب الأمريكي؟ هناك مناقشة محمومة جارية بين خبراء السياسة الخارجية حول ما يجب على الرئيس المنتخب جو بايدن فعله تجاه تركيا وعلى وجه الخصوص في الملف السوري. يبدو أنه يجب أن تكون العلاقة مع تركيا على رأس قائمة مخاوفه الملحة، خصوصا أن نهج دونالد ترامب كان غير متماسك للغاية وغير مركز على ما يبدو، هذا بخلاف موقفه المرن والمتواطئ بشكل اعتباطي تجاه أردوغان. فكيف سيكون المشهد في السنة الجديدة؟ هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة. تحية عطرة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، واسمحوا لي أن أرحب بضيوف حلقة الليلة. معي من واشنطن الأستاذ بشار جرار كاتب ومحلل سياسي، ومن باريس دكتور يحيى العريضي عضو الهيئة السورية للتفاوض وعضو اللجنة الدستورية، ومن القاهرة الأستاذ سيهانوك ديبو ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر. ضيوف الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور يحيى، اسمح لي لو أبدأ سؤال حلقة الليلة من لدنك، ما هو تقييمك لعام 2020 بما يتعلق بالملف السوري برمته وعلى وجه الخصوص الاتفاقيات بين مثلث أستانا؟ تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولمتابعيكم. يا أهلا وسهلا. لا أدري إذا كنت تريد أن تسألني عن تقييمنا للعام الماضي و... فضل إيه؟ فضل المباراة لك دكتور يحيى. دكتور يحيى؟ دكتور يحيى نواجه صعوبة في سماعك، يبدو هناك مشكلة تقنية، سنحاول استدراك هذا الأمر. أستاذ بشار جرار، يعني في نفس الجزئية سؤال مفتاحي كما يقال لحلقة الليلة، تقييمك
لعام 2020 للملف السوري بكل أبعاده السياسية والميدانية على الأراضي السورية. أخي وعد، شكرا للدعوة الكريمة معي الضيفين الكريمين. شكرا لك. دعني أبدأ بتمنيات في عام ملؤه المحبة، لأنه إذا كان مفعما بالمحبة حكما سيكون مفعما بالسلام، وبالسلام يكون الرخاء ويكون النماء وتكون الديمقراطية الحقيقية والتنمية الحقيقية. غير ذلك هي أقرب ما تكون إلى المقدمة المؤلمة لكنها الجارحة في وصفها الحقيقي للحال الذي وصلت إليه سوريا، وهي على أعتاب عشرية مظلمة جدا تذكرنا بعشرية الجزائر والتي تعافت من الإرهاب، لكن هناك ملفات أخرى غير الإرهاب أن يتم التعامل معها حتى نتمكن من تفادي عودة هذه المآسي إلى المنطقة في الشرق الأوسط عموما، وتحديدا للدول التي ترتبط بمصالح يتنافس عليها العديد من الأطراف الإقليمية والدولية أيضا. ومن هنا يا عزيزي، فإن كافة يعني الآليات التي تناولت الملف السوري انطلقت من مصالح إقليمية ومن توجهات لدول كبرى معنية في المنطقة وليس في سوريا وحدها، وبالتالي أي آلية لن تكون منصفة للوطن السوري أو للدولة السورية ولمكونات سوريا التاريخية. ومن هنا أعتقد أن العام المقبل سيكون يعني مفعما بالتفاؤل فقط إن أدركنا أين الخلل كان في البداية. الخلل كان في القمع، الخلل كان في علاقات غير سوية مع الجوار، والخلل أيضا كان أن من خلال هذين الملفين تسلل الفساد والإرهاب فأجهز على الوطن السوري بكل مكوناته. أستاذ سيهانوك ديبو، لو أبدأ سؤالي من خلال عنوان حلقة الليلة، سوريا للعام العاشر على طاولة المتدخلين، بداية تقييمك لهذا الموضوع على وجه الخصوص في الملف السوري، المتدخلون، رسم مصير سوريا والسوريين بأدوات حادة تتماشى مع نفوذهم وأطماعهم وأجنداتهم في الميدان السوري أو في الساحة السورية. بداية مساء الخير للجميع. مساء النور. أعتقد بأن عنوان حلقتكم يستدعي من توطئة فكرية لهذه المسألة جد المهمة. نحن نتحدث عن أزمة في عامها العاشر، الأزمة السورية، كانعكاس جلي لأزمات الشرق الأوسط. فبالتأكيد هذه الأزمات ذات أساس بنيوي معرفي ومن ثم سياسي، خاصة إذا ما أدركنا بأنه بعد الإجهار على نموذج الدولة الدينية في اتفاقيات ويستفاليا 1648 وتهيئة شكل الدولة القومية، نجد بأن هذا الشكل تعرض للكثير من الهزات، آخرها كان الحرب العالمية الأولى. وأعتقد بأننا ما زلنا نعيش في تداعيات حرب العالمية الأولى في جزئية تشكيل دول ونموذج أو فرض نموذج من دول وهويات ودساتير وخرائط، وحتى حروب خاضتها شعوب المشرق الأوسط بشكل جبري وقهري ولا زالت تدفع الكثير. ما يحدث اليوم حقيقة وفي جزئية انتخاب الرئيس جو بايدن ومغادرة أو التهيئة لمغادرة الرئيس ترامب، الذي يشكل كما أعتقد بأنه يعد من القلائل الرؤساء القلائل في تاريخ أمريكا بأنه لا يبقى في الحكم لمدة دورتين متتاليتين. بالتأكيد هناك إرادة الحرة للشعب الأمريكي في الاختيار، ولكن أيضا لذلك عدة معاني فكرية بأن هناك صراع محموم بين قوى نظام الهيمنة العالمية، وبالتأكيد من ناحية أخرى لنقل نموذج الدولة القومية أو لنقل نموذج العولمة التي وجهت
نظام الهيمنة العالمية في الفترة الأخيرة وفق وتائر سريعة ضربات. هذا الشيء له تأثير كبير في الشرق الأوسط. اليوم نجد بأن أنظمة الدول القومية المركزية نحت إلى الكثير من سياسات الاستبداد، وهي اليوم يعني نجدها قد أربكتها خيار الشعب الأمريكي في اختيار رئيس جو بايدن. يعني هؤلاء كلهم كانوا مرتبطون أكثر ويريدون أكثر أن يكون هناك الكفة لصالح الرئيس. انعكاسات هذا الأمر على الملف السوري تحت هذا المسمى عنوان حلقتنا الليلة أستاذ سيهانوك بعجالة أقل من دقيقة حتى لا أطيل على الدكتور يحيى أيضا في هذه الجزئية على وجه الخصوص لو سمحت. بالتأكيد أنا قلت لك جميع الملفات متشابكة، جميع الملفات تحمل بعد فكري معرفي. الوضع السوري اليوم وخاصة في الثلث الأخير من العام 2020 بأن السياسات الدول المتدخلة وحتى سياسات الدول الإقليمية باتت بتغيير ملحوظ، أنها تغير سياساتها وفق ما يحدث من العالم. بالسلب أم بالإيجاب للملف السوري؟ بالسلب أم بالإيجاب هذا التغيير؟ بالتأكيد غير إيجابي. بالتأكيد طيب. غير إيجابي. خليني أنقل هذه النقطة لو سمحت لي. لذلك مسائل متعلقة بالفشل الاقتصادي والتجاري وحتى المسائل الدفاعية، هذه الأمور كلها تركت أصداء سلبية. 5 جيوش ظاهرة متدخلة في الوضع السوري، لكل جيش له أجندة صحيح معينة. الغائب الأكبر هو إرادة الشعب السوري. هذه النقطة في غاية الأهمية أستاذ سيهانوك. نعم والتحول الديمقراطي. دكتور يحيى، يعني نقاط مهمة وعديدة في مسألة يعني 10 سنوات عجاف من أزمة عمر الأزمة السورية، والسوريون ما زال يدفعون الثمن غاليا كما يقال. التغييرات السياسة الخارجية للدول المتدخلة في الملف السوري، هل تتفق مع الأستاذ سيهانوك ديبو بأنها هي بمجملها سلبية، أم هناك لك نظرة أخرى تتعلق بهذه الجزئية وهذا المسار؟ مساء الخير مرة أخرى. نحن علينا أن نفكر بداية ونركز بشكل أساسي على جوهر الصراع في سوريا خلال هذا العقد الماضي، والمستند عمليا إلى 4 عقود من الاستبداد في سوريا. هذا العقد من الزمن الذي رأى فيه السوريون كل أنواع الأوجاع ببساطة شديدة. نحن عمليا جوهر الصراع إذا ركزنا عليه نستطيع أن نرى الحالات المتدخلة في سوريا، القوى، الجيوش، الخلفية التاريخية للموضوع، وما يحدث الآن والأفاق المستقبلية لهذا الأمر. جوهر الصراع عمليا هو بين منظومة استبداد أرادت هذا الشعب أن يكون رعية، وهؤلاء الذين انتفضوا يريدون الحرية. إذا أبعدنا التركيز عن جوهر الصراع هذا، عمليا نتوه ببساطة. نتوه، ليس لنا مشكلة مع تركيا، وليس لنا مشكلة مع إيران، وليس لنا مشكلة مع روسيا ولا مع أمريكا ولا مع أي جهة أخرى. هذا تركيزنا يجب أن يكون مركزا على منظومة الاستبداد. والنقطة الأساسية بالنسبة لنا العلاقة بين تلك القوى المتدخلة في الشأن السوري وهذه المنظومة الاستبدادية. بقدر ما تواصلت وتغازلت وارتبطت وخدمت هذه المنظومة الاستبدادية بقدر ما يكون عداؤنا تجاهها. أما إذا كان هناك حالة محايدة أو كان هناك حالة عداء تجاه هذه المنظومة الاستبدادية، فعلينا بشكل أو آخر أن نعتبر تلك القوة لصالح الشعب السوري. بكلام آخر، عندما أنظر إلى إيران والمطامع الإيرانية في المنطقة واعتبارها سوريا كأحد الولايات التابعة لها وتسلطها على 4 دول عربية، أعتقد أن إيران في حالة عداء وأناصبها العداء ومبرر لهذا الأمر. إذا نظرت إلى روسيا أجد أن السوخوي التي دكت بيوت السوريين والتي قتلت منهم الكثيرين والتي حمت النظام ضمن منظومة سياسية عبر تسلطها على مجلس الأمن وأخذه رهينة، أعتقد أن روسيا بهذه الحالة هي حالة عداء. أعرف تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحدث شيء في هذا العالم إلا ويكون لها باع طويل فيه. أعرف السياسة التي انتهجت في سوريا خلال الأعوام الماضية، وأعرف سنوات أوباما التي شد الخيوط فيها من الخلف والتي وضع خطا أحمرا وكأنه يقول لمنظومة الاستبداد
يمكنك أن تستخدم أي صنف من الأسلحة إلا السلاح الكيميائي. استخدمت كل أصناف الأسلحة واستمرت أيضا باستخدام الأسلحة الكيميائية. من جانب آخر أنظر إلى ما يمكن أن نستطيع أن نفعله تجاه هذا الموضوع. النقطة الأساسية بالنسبة لي هو أن يتوحد السوريون وليس لهم من جهة أخرى منقذة إلا هم أنفسهم. هذا بشكل أساسي. ومن ناحية أخرى عندما أنظر إلى التقرير الذي تقدمتم به حضرتكم في بداية البرنامج أعتقد أنه ليس من صالحي أن أفتح جبهات عداء مع أي جهة أخرى عندما أعرف أن الجهة التي أقاومها هي جهة مستبدة قدمت خدمات جليلة لمختلف أصناف المخابرات في العالم وحريصون كل هؤلاء حريصين على استمرارها. كل هؤلاء لا يعترفون بالشأن السوري. ببساطة شديدة لا أستطيع أن أعادي جهة تحمل على أكتافها بطريقة أو أخرى ملايين السوريين. طب وضح في دكتور يحيى. جميل طرحك. كلامي واضح ويعرفه الجميع. دكتور يحيى تماما. دكتور يحيى أعتقد أن التقرير الذي تقدمتم به طيب. حول تركيا أنا لا أريد أن أدافع طيب. عن تركيا. جميل. لست تركيا وأحسب على ذلك ولا أريد ذلك طيب. أنا بالنسبة لي الإنسان السوري وسوريا فوق أي اعتبار أكان كرديا جميل. أكان عربيا أكان من أي صنف هو طيب. بالنسبة لي أخ وبالنسبة لي مظلوميته التي ببساطة أخذ على سبيل المثال الحالة الكردية الإخوة الكرد تعرضوا لمظلومية مرعبة خلال طيب. العقود الماضية جميل. كانت ظاهرة السوريون جميعا تعرضوا لمظلومية لكن بشكل أو آخر كانت مشتترة علي أنا وهم أن طيب. نكون يد بيد من أجل استعادة سوريا طيب. وإعادتها إلى سكة الحياة دون وجود جبهات أنا بالغنى عنها. طيب جميل دكتور يحيى خلينا نتفق بداية أنا وأنت مشان يكون هيك النية صافية مثل ما بيقولوا أنا بعادتي أريد أن أتحدث بشفافية مطلقة يعني حتى بالتقرير أنا ذكرت كل الأطراف المتدخلة في سوريا وهذا الأمر كان واضح. أريد أن أتفق أنا وحضرتك على مسألة أن نسمي الأمور بمسمياتها يعني حضرتك أشرت إلى الاحتلال الروسي والاحتلال الإيراني كما وصفت والتدخل الأمريكي ولم تذكر تركيا بكلمة. هناك من السوريين من يختلف معك نسبيا في هذه الجزئية سأترك طيب. هذه النقطة على وجه الخصوص للأستاذ سيهانوك ديبو بس يصير دوره ويكون في طرح في هذه الجزئية. أستاذ بشار الولايات المتحدة إذن اسمح لي أن أخاطب هذه النقطة بالذات إذا سمحت أنت تقول أنني لا أذكر تركيا أنا قلت قارن لي ببساطة شديدة بين إيران وتركيا قارن لي بين تركيا بين تركيا وروسيا جميل. هل استقبلت إيران التي تفعل ما تفعل في سوريا أي سوري لاجئ يستغيث من الظلم روسيا هل ينطبق عليها هذا الشيء هذه معايير مهمة جدا بالنسبة لي أعتقد تركيا بعدد سكانها الكبير باقتصادها القوي بأراضيها الواسعة ليست طامعة باحتلال هناك احتلال إيراني واضح المعالم دكتور يحيى بطريقة أخرى هناك من روسيا طيب. مشروع استراتيجي وضعها في المياه الدافئة طيب. هذه الأمور المعايير التي يجب أن أنظر إليها جميل بالمناسبة هذا الكلام على الإطلاق ليس مرافعة عن تركيا طيب. هي بالنسبة لي كما ذكرت عدة مرات على قناتكم لا أريد قدما غريبة على الأرض السورية حلو الكلام كانت من كانت طيب حلو كلامك أنا ما راح أرد عليك أو ما راح أعقب على هذه الجزئية حتى لا تحسبني طرف في معنى الأستاذ سيهانوك أنا شفته عم يقيد النقاط وبعدين بعطيه الوقت الكافي حتى قد يكون لديه حجج ويفند ما تفضلت حضرتك به ويدين تركيا من وجهة نظري خليني أروح لعند الأستاذ بشار جرار أستاذ بشار دائما أصابع الاتهام توجه للإدارة الأمريكية في كل ما يحدث في سوريا على وجه الخصوص من قبل المعارضة من قبل الأطراف المتدخلة الأخرى من قبل الحكومة السورية في هذه الجزئية أين تقف الولايات المتحدة الأمريكية من كل ما يحدث من اتفاقيات وتسليم أراضي وقتل سوريين ومقايضات وضوء أخضر كما يقال منبر لك هو بداية وعد لا أستطيع أن أمر هكذا مرور الكرام وأكون مجرد شاهد على نقاط سيرد عليها الزميل سيهانوك خذ راحتك بعض النقاط أنتما لي
يعني بإمكاني القول بداية فقط لافتتاح هذا النقاش المثمر كما أرجو، أقول أن المقارنة ما بين الاحتلال الإيراني والاحتلال التركي ليست بعيدة أبدا من ناحية الموضوعية لكل من هو معني بأن هناك كيان اسمه الدولة السورية، وأن هذه الدولة السورية شيئا أم أبينا هي التي طلبت من روسيا التدخل لمساعدتها في وجه الإرهاب. صحيح أن هناك قمع، ودعني أكون واضحا من البداية، القمع في سوريا حقيقة لا ينكرها إلا إما جبان أو منافق أو طرف راضي عن هذا القمع، لكن الأمانة تقتضي أن هذا القمع موجود أيضا في البعث العراقي واستمر عقودا، وحتى هذه اللحظة كثيرون يهتفون لأمجاد هذا النظام. قبل البعث كانت هناك الدموية الشيوعية، وكانت نظم عربية يعني من المحيط إلى الخليج كما يقال، كان هناك قمع وتهميش للقوميات وللأقليات الإثنية والدينية، فكلهم شركاء يا عزيزي، لا أحد يستطيع أن يدعي بأنه يمثل دولة فيها حرية وفيها مواطن. كل ما هنالك، أنا هنا أذكر بمشاهد جون كيري وزير الخارجية ومن قبل هيلاري كلينتون وإدارة ليس فقط أوباما الأولى والثانية، لا بل وقبل ذلك، كيف كان التعامل مع سوريا؟ كان التعامل بأن بشار الأسد سيصلح وسيتخلص تدريجيا من إرث والده الراحل، بمعنى أنه لا يريد هذه الدولة قمت بدون الاستطالة والإسهاب في الشرح. الخطيئة الكبرى كانت هي الاحتلال السوري للبنان، ومن بعده الاحتلال والتواطؤ مع اسم المقاومة باسم الجهاد، تارة على الساحة الفلسطينية وتارة اللبنانية وتارة العراقية. هذه خطيئة أو هذا خطأ سوريا القاتل. أنت تريد أن تلعب بلعبة الإرهاب والقتل وتصدير الموت وتبريره، ستحصد ما جنيت وما زرعت. هذه هي المشكلة. الآن المنصف أيضا يقول أنه لولا روسيا لانتهت سوريا، ولولا التواطؤ أو التفاهم سميه ما شئت، حتى خلال الاختلاف الكبير بين إدارة أوباما وإدارة ترامب كان هناك إجماع على أن الدولة السورية يجب ألا تمس ككيان، وألا يتكرر خطأ العراق أو خطيئة وجريمة العراق عندما تم القضاء على الجيش الوطني. فشكرا، أي إنسان منصف يقول شكرا للجيش السوري الوطني الذي دافع عن وحدة الأراضي السورية، ولكن أيضا المنصف يقول أن شكرا لقسد، لولا هذه القوات التي أيضا حاربت الإرهاب أيضا لضاعت سوريا، خاصة أمام الوحش التركي والذي لا يقل ضراوة عن الوحش الإيراني. هؤلاء طامعون لأسباب عديدة في بلادنا وليس في سوريا وحدها، توسعيون يريدون أن يتمددوا كما هي عقلية داعش أيضا. فيا عزيزي، المشكلة أن المتطرف في ولائه للنظام السوري، وأنا لا أحب هذه التسميات، ولكن إذا كان النظام بمعنى law and order بمقابل الفوضى والإرهاب، أنا مع كل نظم العالم. المشكلة يا عزيزي أن باسم الحرية تحول هناك المقاتلون الأحرار الثوار إلى إرهابيين، ولا يستطيع أن ينكر كل من دعم عشرات التنظيمات الإرهابية على الساحة السورية بأنها لعبة قذرة قامت بها أجهزة استخبارات لغايات لا تتعلق هذه مصالح ترسمها إيران وتركيا ودول أخرى. طيب. والآن هذا وهنا أختم، هذا الاستحقاق الآن ونحن في نهاية العشرية، إما أن نتعلم الدرس أو لا. وبالتالي أنا غربت قبل المشاركة في هذا البرنامج القيم وقلت الخلاص لسوريا هو السوريانة، بمعنى أن تكون سوريانة حقيقية، دولة مواطنة يستطيع أن يحكمها درزي أو شيعي أو سني أو مسيحي أرثوذكسي أرمني، كائن من كان، يهودي، مهما كان دينه أو عرقه.
وأنت أنت تصرفت كدولة وطنية لابد أن يكون هناك دستور جديد. طيب. ولابد أن تحكم الناس بأنفسهم أحرارا دون لا الارتزاق ولا الارتهان. جميل. أنا الآن لست بواشنطن. لو فرضنا أني كنت بأنقرة ولا بطهران قد لا أمتلك هذه الشجاعة الأدبية. طيب. وأقول أن إيران وتركيا دول طامعة في الوطن السوري بكل مكوناته. وهناك حق تركي على المكون الكردي والأرمني والسرياني تحديدا. هذه حقائق يا عزيزي لا نستطيع أن نكرها. طيب. والمراغب على الدور الروسي أو الأمريكي مع كل الاحترام أنا أقول هذا وأنا أعتز إني أمريكي من أصول عربية كردية أقول أنه يكون واهما لأن هناك مصالح. المتغير الوحيد لو استطاع الوطن السوري قلب هذه الطاولة أن تكون على طاولة المتدخلين هذه المشكلة. صح. إن لم تستطع أن تحدد من هم المدعوين عليك أن تقلب الطاولة عليهم جميعا. طيب طيب السوري. نعم. حربي إيه أستاذ بشار أنا عم حاول قدر المستطاع أكون عادل بمسألة الأوقات بس يعني بين ضيوف عمالقة وكبار كأمثالكم يعني أستاذ سيهانوك ديبو بداية لك حرية التعقيب وطرح وجهة نظرك إن كنت تريد التعليق والتعقيب على ما تفضل به الدكتور يحيى. أنا في الحقيقة مع جل احترامي للدكتور يحيى العريضي شخصية محترمة حقيقة أحترمها شخصيا لكن يعني سأركز على النقطة الأكثر إيجابية التي وردت في مداخلته بأنه الخلاص من الأزمة السورية تتجسد أو يتجسد من خلال اتحاد السوريين وحدتهم وحوارهم. لنجد إذا فكرنا بمسؤولية كبيرة بهذه النقطة أو هذا المبدأ أو هذا الهدف هو هدف كل السوريين بخاصة المعارضة الوطنية الديمقراطية لنجد بأن من يعرقل هذا الحوار مجرد الحوار هي تركيا الأردوغانية. يعني اليوم هيئة التفاوض حتى هذه اللحظة توجد الكثير من القوى الوطنية الديمقراطية المؤثرة الفاعلة هي خارج هذه الهيئة ومن أجل ذلك نجد بأن هذه الهيئة أثبتت خاصة بالنصف الثاني من العام 2020 فشلها تماما يعني وصلت إلى مسألة انسداد واضحة ذلك بسبب فرض هيمنة تركية على هيئة التفاوض وهذه المسألة باتت بمثابة يعني رفض خاصة من دول الإقليمية أن يستمر هذا الفرض أو أن تستمر هذه الهيمنة في جزئية الحوار الكردي على اعتباره حوار سيادي وطني سوري نجد بأن تركيا هي معرقلة من أشد المعرقلين لمثل هذا الحوار رغم أن هذه العرقلة أعتقد وأكاد أجزم بأنها ستفشل فيها أيضا تركيا اليوم تنطبق عليها وفق القوانين والمواثيق والشرعة الدولية بأنها دولة محتلة وتمارس حالة متقدمة من الغزو والاستعمار في تغيير النظام الإداري لعفرين وتغيير ديموغرافي والاستيلاء على مقدرات شعب شمال سوريا في عفرين وجرابولس وعزاز واليوم نجد في سريكانية رأس العين وتل أبيض اليوم حتى اليوم هجومها غير الذي يعني يخالف بشكل أولي اتفاقيتي وقف أطلاق النار ومذكرة التفاهم التركية الروسية التركية الأمريكية نجد بأن اليوم تركيا تمارس حالة متقدمة للمسألة ليس فقط في سوريا أستاذ وعد أساتذة الأفاضل يعني اليوم في نتحدث عن العام 2020 سوريا والسوريين كأول من تعرفوا أو مهدوا للحضارة المدينية اليوم يتحولون في وجهة نظر الكثير من العالم أو البشرية على أنهم مرتزقة في ليبيا مرتزقة في قرباخ أو أرتساخ مرتزقة اليوم في الصومال ومرتزقة في كشمير ولا نعرف أين سيؤدي هذا السلطان من أجل استخدام وتنفيذ هذه المسائل كلها يعني حقيقة تتطلب
على الأقل. بس بالمقابل أستاذ هانوك بالمقابل يقول لك الدكتور يحيى هات لي دولة قامت بما قامت به تركيا بالنسبة لاحتواء السوريين وعدد كبير من السوريين في تركيا. فيما يتعلق بمسألة اللاجئين أيضا أحيل الموضوع إلى مسألة الأمم المتحدة التي المتعلقة بقانون اللاجئين والمسائل المتعاملة مع اللاجئين. يمنع تجنيد اللاجئين، يمنع تشغيلهم، يمنع ابتزازهم. اليوم هناك عشرات الآلاف أو عشرات المئات من التقارير الموثقة تثبت عكس ذلك، على العكس تماما، أنها استفادت وابتزت الاتحاد الأوروبي بمجمله بتوجيه هؤلاء اللاجئين إلى يعني تركيا اليوم، تركيا الأردوغانية بطبيعة الأحوال. وأكد ليس لدينا أدنى مشكلة مع الشعب التركي وعموم شعوب المنطقة كلها، ولكن اليوم تركيا الأردوغانية تتحول إلى عبء كبير وعامل مزعزع للأمن والاستقرار لمصر ولليبيا والدور على المغرب وتونس والسودان وفي الصومال وفي الخليج العربي. طيب وصلت فكرتك أستاذ هانوك. وهذه الأمور كلها خلصوا الخمس دقائق. كيف لنا يعني الموضوع اليوم؟ أعتقد تماما نحن نتحدث عن ما هي أولويات العام 2021. طيب. أعتقد أنه أستاذ هانوك بداية تقدم لانحسار الدولة التركي من سوريا كما أظن. طيب دكتور يحيى العريضي، الآن منبر لحضرتك، يعني جزئية وصفها أستاذ هانوك بأنه تركيا لها أطماع كما اتفق معه في هذه الجزئية أيضا أستاذ بشار جرار. هناك من قال وسمى بأن عام 2020 هو عام الارتزاق والمرتزقة السوريين بإمرة تركية بشكل مباشر تحت بند الجيش الانكشاري يعود من جديد لتحقيق رغبات وأوهام رجب أردوغان. المنبر لك. حقيقة لا ألتفت إلى هذا الكلام. العام 2020 أو 2021 عام المرتزقة السوريين، هذا كلام أعتقد معيب، وإن كان هناك بعض الأشخاص الذين يذهبون أو تأخذهم جهة ما تركية مثلا أو آخرين إلى أمكنات أخرى. الأمر لا يتعلق باللاجئين السوريين هناك. دعني بداية أشير إلى بعض النقاط التي تفضل بها الأستاذ جبار عندما يتحدث عن تركيا هي التي دعت روسيا إلى سوريا. أعتقد هذه المعلومة خطأ أستاذ بشار، عليك أن تراجع. لا هو لم يقل تركيا. نعم. سوريا دعت روسيا. طلبت روسيا. ليست سوريا التي دعت، ذهب معروف سليماني إلى هناك ودعا روسيا عندما فشلت ميليشيات حزب الله وعندما فشلت إيران في حماية المنظومة الاستبدادية. يشكر الجيش ويشكر قسد، شكر الجيش عمليا هو يعرف تماما ما كان بودنا أن نبقى محتفظين بتلك العبارة عن حماة الديار، لكن للأسف فعل فعلا لا يستحق الشكر عليه على الأقل. وشكره لقسد هو حر بذلك، وفقط إذا كانت غير مرتبطة بقنديل أو بأمكنة أخرى. من جانب آخر، عندما يعتز باللو أند أوردر، القانون والنظام وإلى آخره، كل جهة معينة تعتز باللو أند أوردر، لكن عندما يكون اللو أند أوردر النظام يخرج بشعار ويلتزم به حتى اللحظة أحكمها أو أدمرها، هذا ليس حق الاحترام على الإطلاق. وعندما يقال باسم الحرية تم فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، أعتقد الحرية ليس باسمها يفعل أشياء سيئة. باسم الحرية تنال الشعوب إنسانيتها، وهو موجود في مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الحرية مكان ومعتبر. بالنسبة للأخ هانوك، أنا أقدر تماما بأنه نظر إلى النقطة الإيجابية التي تحدثت عنها، وهو أن يكون أن السوريين هم أنفسهم الذين يستطيعوا أن يخلصوا بلدهم، وهذا شيء مهم جدا. بالنسبة لعرقلة تركيا لحوار السوريين، أعتقد أن ليس هناك من حالة مثالية بالنسبة للسوريين،
ولو كانوا على درجة من القوة لا تستطيع لا تركيا ولا أي قوة في العالم أن تمنع حوارهم. والأمر ذاته ينطبق بالنسبة للأخوة الكرد، الحوار الكردي الكردي مسألة مهمة جدا ونعتز به ونريده أن ينجح. هذه قصة مهمة جدا، الهيئة أثبتت فشلها، الهيئة التفاوضية، أنا عضو في هذه الهيئة، الهيئة التفاوضية قامت بما عليها، ولكن علينا أن نتذكر أخي شهنوك أن هذه الهيئة عبارة عن جسد خرج بإرادة الأمم المتحدة بعد مؤتمرات الرياض 1 و2 ومكلفة بمهمة محددة تسمى المفاوضات. وتعرفون أن النظام الذي خط لنفسه الحل العسكري تحت شعار أحكمها أو دمرها لا يريد حلا سياسيا، لم تحدث مفاوضات، وإنما كان هناك نوع من نقل رسائل الأمم المتحدة والجهات الحامية للمنظومة الاستبدادية. وتعرفون أيضا أن القوة العظمى التي هي روسيا والتي حمت النظام كل هذا الوقت وخاصة باستخدام الفيتو عمليا سعت لإفراغ القرار الدولي من مضمونه بقضايا كثيرة. هذه الأمور التي يجب أن نفكر بها بشكل جوهري من أجل إنقاذ بلدنا، لا نفكر بصراعات ثانوية. الصراع الأساسي هو الصراع مع منظومة الاستبدادية التي لا تكترث على الإطلاق. إن تبعثرت سوريا، إن تشرد أهلها، إن أكلتهم البحار أو أذلوا في أي مكان، هذه قضايا أساسية أخي سيهانوك علينا التفكير بها من أجل إنقاذ بلدنا. وأعتقد أن الأخ بشار يشاركنا بذلك. طيب. إذا فكر عمليا بالمكان الذي ينعم فيه بالحرية أعتقد أنها شيء مقدس. طيب. وباسمها السوريون أرادوا أن ينقذوا أنفسهم ويحتاجون الدعم والمساعدة من كل جهة في العالم ويشجعوا على قضية الحوار، لأن لا ينقذ السوريين إلا السوريين. أستاذ بشار جرار، ما التغيرات المتوقع أن تفرض نفسها على القضية السورية في ظل إدارة أمريكية جديدة وفي ظل تأكيد روسي تركي بأن العلاقات بينهما تمضي إلى نقطة في غاية الأهمية وأنهم سيقفون في وجه العقوبات الغربية وحتى الأمريكية؟ تفضل. وبداية عزيزي لابد من القول أنه بعيدا عن السجال، لأنه واضح نحن نأتي من خلفيات أيديولوجية فكرية وارتباطات سياسية لحد ما متباينة، ومن الطبيعي أن يكون لدينا آراء مختلفة. صحيح. ولكن للإجابة على ما تفضلتم به، حتى أكون دقيق في إجابتي، هناك فارق بين 6 يناير وما بعد 6 يناير. أعتقد أن الملامح الأولى للسادس من يناير ستبدأ في 4 يناير في خطاب الرئيس ترامب في ولاية جورجيا الأمريكية التي على أساسها سيتحدد إن بقي المجلس الشيوخ بقيادة جمهورية. الآن في 6 يناير سيتضح أن الرئيس المنتخب المفترض جو بايدن سيبقى على هذه الصفة ويتحول إلى الرئيس الأمريكي أم لا. أنا شخصيا ما زلت أؤمن أن هذه الانتخابات تعرضت إلى التزوير وأنه في 6 يناير ستوقف ذلك. وبالتالي إن أردت سأضع سيناريوهين بإيجاز. إذا تمكن الرئيس ترامب كما أتمنى من وقف هذا التزوير وتولى رئاسة ثانية، في اعتقادي هذا الأمر سينعكس إيجابيا على الساحة السورية بكافة ملفاتها. شو اللي حيتغير أستاذ بشار؟ خليني أسألك أنا بدوري. عظيم. ايه؟ سيتغير الآتي. الأربع سنوات الأولى هو أسس لحصاد سيتحقق في 4 سنوات المقبلة. ومن هنا أهمية استمرار رئاسة ترامب. في الملفات الخارجية العنوان الأكبر يا عزيزي هو الانسحاب من الحروب اللامتناهية والتلاعب بهذه القوى الإقليمية، أحيانا ضربها ببعضها ضربا وأحيانا توفيق ما بين مصالحها لتحقيق اختراقات. انظر ماذا صنع في موضوع اتفاقات إبراهيم بصرف النظر. يعني دعونا يعني ننأى بقضية السجال حول تطبيع أم سلام أم خلافه. المسألة تتعلق بأنه تمكن في وقت قياسي من تحقيق اختراق حرك ملف 3/4 القرن وهو في حالة جمود.
في الموضوع السوري يا عزيزي هو يريد أن يواصل الضغط على إيران، وهذه هي عقدة المنشار في الموضوع السوري. صدقني والأيام بيننا. طب ماذا عن تركيا أستاذ بشار؟ ستخرج لا محالة من سوريا استجابة لاتفاق أو انسحابا تحت الضغط. طب ماذا عن تركيا أستاذ بشار؟ تركيا هنا تسقط الورقة التركية تماما، ويكون النظام بين قوسين، وأنا متمسك باللو أند أوردر، لأنك في غياب النظام يفترس الجميع الجميع، ولا تعلم من يحكم البلاد. وهنا أكرر شكري لكل جيش وطني يحمي بلاده من أن تكون مستباحة من الجميع، خاصة التنظيمات الإرهابية. قبل قليل ونحن على الهواء قرأت لوكالة لن أقول ما اسمها، قالت هجوم جهادي يقضي على 30 من رجال النظام السوري. من العار أن تقوم وكالة أنباء دولية مرموقة بأن يتسلل لها محرر يصيغ الخبر بأنه جهادي وأنه نوع من التشفي بأن بدير الزور 30 من رجال النظام. المسألة لم تعد كذلك. في ولاية ترامب الثانية إيران ستخضع بشكل أو بآخر، ويكون هناك اتفاق سلام سيطفئ النار بأربع ساحات عربية على رأسها سوريا. حينها يا عزيزي لن تتمكن تركيا. أعطيني بدقيقة أستاذ بشار، بدقيقة واحدة جواب بشكل مباشر، ماذا عن الأراضي اللي تم احتلالها من قبل تركيا؟ أعتقد وجازما أقول ذلك، أنه عندما تتصرف الدولة السورية كدولة فيها المواطنة وتحل المشكلة في قضية قوات سوريا الديمقراطية ويتم المصالحة الحقيقية، لا يكون اسمه الجيش العربي السوري، اسم الجيش السوري للسوريين كافة كافة محافظاتها، حينها لن يستطيع أردوغان الكذب على العالم ويقول أن هناك إرهابيين كرد يتسلقون عبر الحدود. هناك سيكون جيش وطني من ضمنه قوات سوريا الديمقراطية أو كحرس حدود، الله أعلم ما هي التشكيلة أو التوظيفة التي سيخرج فيها المفاوض، ولكن هذا هو المستقبل. وهذا الأمر مرتبط بشكل أو بآخر، ولك الأمر إن أردت أن نعود إلى هذه النقطة لاحقا. أنا ضل معي صنع السلام الشرق الأوسط تحديدا مع إسرائيل. طيب أنا ضل معي وقت قليل، بدي أحاول بعدين أخذ الجزئية اللي حاب تطرحها بدقيقة عندما أنهي طاولة المستديرة. أستاذ سيهانوك ديبو، خليني أسألك عن المسألة الميدانية التي الآن هي يعني الحدث الأبرز، مسألة العدوان على عين عيسى. ما هي خيارات الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في ظل تأكيد الأستاذ بشار جرار بأنه لا يوجد أي طرف يمكن التعويل عليه بشكل نهائي في ميزان المصالح الاستراتيجية للدول المتدخلة في الملف السوري؟ يعني أعتقد يعني فيما يتعلق بعين عيسى بحد ذاته يعتبر أحد الأسئلة جد مهمة والتي يعول عليها في رسم ما سيأتي في العام الجديد. حتى هذه اللحظة عين عيسى مسؤولية أمنها واستقرارها تتبع لي قوات سوريا الديمقراطية. جرى الكثير من الأحاديث وجرى الكثير من الأمور، طبعا يعني هي مسألة تكاد أن تكون بمسألة رؤى أو استشراف لا ينطبق بالضرورة على واقع الحال الذي هو موجود في عين عيسى. طبعا في لأكثر من 6 أسابيع يوجد هجوم تركي غير مبرر داعم لجماعات مشغلة ليس لهم علاقة بالمعارضة السورية، ولا يمكن تصنيفهم بأي شكل من الأشكال بأنهم هؤلاء هم المعارضة السورية. الحال حتى هذه اللحظة بعين عيسى حال مطمئن، أعتقد أن المنطقة سوف تبقى كذلك، ولا أعتقد بأن هناك سوف يكون هناك تغيير لخرائط أو مناطق النفوذ في الوقت القريب القادم. ستبقى الأمور كما هي. على العكس تماما، ستحاول تركيا وحتى روسيا وحتى الأطراف المتدخلة جميعا ستحاول تحقيق أو قضم. طيب خليني أسألك عن الجانب الأمريكي على وجه الخصوص أستاذ سيهانوك، الأراضي إليها. يعني طيب في ظل أستاذ سيهانوك،
إذا كنت عم تسمعني. خليني أسألك عن الجانب الأمريكي على وجه الخصوص، يعني الكل يعمل لأجندات وتنفيذ أجندات، ماذا عن الإدارة الأمريكية؟ هل هناك بالفعل تطمينات لقوات سوريا الديمقراطية؟ هل هناك بالفعل ضغط كبير يمارس من قبل روسيا؟ هل بالفعل يعني روسيا، الإعلام الروسي يقول بأن هناك اتفاق سيتم تسليم هذه المنطقة إلى الحكومة السورية، في هذه الجزئية لو تكرمت؟ الحل لن يكون هناك حل من خلال انسحاب قوات سوريا الديمقراطية. الحل الأساسي بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية أن ينظر لها كجزء أساسي من مؤسسة الجيش الوطنية وفق صيغ وآليات معينة. يتم الانضمام، هذا ما ذكرناه بأحد أهم النقاط الأساسية في مذكرة التفاهم بيننا والأصدقاء في الإرادة الشعبية في موسكو. في بعض النقاط الأساسية، كيف ينظر السوريون إلى سوريا المستقبل؟ كيف ينظر السوريون إلى سوريا المستقبل؟ هل هو يجب أن يكون بمثابة إعادة إنتاج النظام شديد المركزية؟ أيها اللامركزيات التي تفيد السوريين؟ طرحنا نموذج مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية لمدة 8 سنوات وبشكل فعلي لمدة 6 سنوات. أعتقد بأنه تحول هذا المشروع إلى بمثابة معادلة حل للأزمة السورية المتعلقة في شقين: محاربة الإرهاب والكل، ولا نحتاج إلى شهادات كثيرة لكي يشكك بوطنية وعظمة قوات سوريا الديمقراطية بأنها رمز عالمي ضد الإرهاب، رمز عالمي ضد الإرهاب. قوات سورية من الكرد والعرب والسوريان الأشوريين والأرمن وجميع المكونات السورية، اليوم هؤلاء هم يعني رمز عالمي ومطمئن وخدموا العالم كله. هذه المسائل كلها حقيقة تؤكد بأن ما يلزمنا في العام 21 لكي نرد على بأنه ماذا نطلب من روسيا، ماذا نطلب من أمريكا، ماذا نطلب حين الحوار من السلطة السورية، علينا نحن أن نوحد مساراتنا أو على الأقل رؤانا. حلو هذا الكلام، أنا ضل معي دقيقتين أستاذ هانوك. كيف أيها السورية التي نبحث عنها وتفيد جميع السوريين؟ هذا هو السؤال الآن. خليني نروح لعند دكتور يحيى. دكتور يحيى بدقيقة واحدة لو تكرمت، تعقيب أخير منك على كل ما تفضل به ضيوف الكرام، تفضل. حقيقة النقطة الأساسية في هذه الحلقة أعتقد أنها التطلعات المستقبلية للعام القادم 2021. نحن عمليا نتطلع إلى بلد ينقذ من منظومة الاستبداد. هذه المنظومة التي راكمت على نفسها ملفات إجرامية لا حدود لها، ولن تتمكن إيران ولن تتمكن روسيا بكل قوتها التي تمتلكها أن تزيح هذه الملفات عن كاهلها والتي تلحقها أساسا. عمليا أطمن السيد بشار بأن هذه المنظومة الاستبدادية لن يكون لها مستقبل في هذا البلد. نريد فعلا جيشا من كل السوريين يحمي سيادة سوريا ويجعل القانون فوق كل اعتبار، دولة لكل مواطنيها دون تمييز على صعيد إثني أو على صعيد آخر. نحن نتطلع بتفاؤل إلى العام القادم، وأعتقد أن المجتمع الدولي الذي أشاح بطرفه عن القضية السورية كثيرا عليه مسؤولية أخلاقية. القضية السورية قضية ليست عسكرية. دكتور يحيى كلام مهم، وإنما هي عمليا قضية قانونية أمام منظومة استبدادية ومن ينشد الحرية ويريد لبلده أن يكون على سكة الحياة. نعم أستاذ بشار جرار، 30 ثانية لو سمحت. بداية أرجو ألا تقولبني بأنني حطيت طائن بشار، يعني أرجو التخلص تماما من هذه النظرة. أنا ضد الوحدة والحرية والاشتراكية، أنا ضد البعض، أنا ضد أي دولة دينية في العالم وبخاصة الدولة الدينية العربية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط. في أوضح من هيك؟ لا أعتقد هناك أكثر وضوح. طب مين ضل لك؟ مين ضل لك بالمنطقة؟ أؤمن بأن الحرية هي هبة الله، لا يملكها لا حزب ولا دولة ولا أي كان. أؤمن أن القتل جريمة. أؤمن أن الإرهاب قتل وهو بالتالي جريمة. ما يعنيني هو السوريانة. سوريانة الماضي هي الخلاص، هي المستقبل. وباعتقادي الاختراق الوحيد الذي سيسكت الجميع
هو اختراق مع إسرائيل. قد يفاجئك هذا الكلام. طيب خلينا نروح على أساس يا نوك. أبداً. مشان ما نفوت بسجال. أنا تجاوزت الوقت المخصص. مطلع قليلاً على. طيب من أجلها لحلقة ثانية. من أجلها لحلقة ثانية. أستاذ بشار. عبارة مهمة. دكتور يحيى. طيب دكتور يحيى. أستاذ بشار. كلمة واحدة. قولبة. طيب خلينا. لو تكرمت. بعشر ثواني لو سمحت. أقبل منك كل شيء. طيب يا دكتور يحيى. يا دكتور يحيى. لهذا الموضوع. طيب. لا أقبله. طيب جميل. خليني أنا متجاوز الوقت المخصص لو سمحت مالي. أستاذ هانوك. دكتور يحيى. دكتور يحيى. خلي آخر حلقة بال 2020 طالما المصدرة تمضي على خير. طيب خليني. تعنين المعارضة. طيب. كل الاحترام. طيب. يا أستاذ بشار. الذي لجأت إليه بعض فصائل المعارضة. طيب من مرتزقة. يا دكتور يحيى يا أستاذ بشار. يا دكتور يحيى يا أستاذ بشار لو سمحتما. دعني أتكلم. طيب أنا لا خليني أنا أعطي 30 ثانية للأستاذ هانوك. في سوريا. أستاذ بشار. أعطيني حرية نحكي. طيب. جميل. إيه أنا متجاوز الوقت المخصص لو سمحت لي أستاذ بشار يعني خليني أنهي. بس تم الفكرة رجاءً. بعشر ثواني تفضل. اختراق. في موضوع صنع السلام مع إسرائيل سيخرس كثيرا من الأصوات التي تتلاعب بالورقة السورية لاعتبارات دولية وإقليمية سيسقطها تماما هي طيب. ورقة التوت. طيب منعمل حلقة خصيصا على هذه النقطة وبجمعك مع الدكتور يحيى لو سمحت. أستاذ سيهانوك بعشر ثواني أو 15 تفضل لو سمحت تعقيب أخير. تعقيب يعني أعتقد العام الجديد يجب على بخاصة يعني المعارضة بين قوسين المعارضة الرسمية أو أغلب المعارضة الرسمية يجب أن تعترف بأنها خدمت أكثر من غيرها بقاء النظام طيب. المركزي الاستبدادي يجب من إعادة هيكلة هيئة التفاوض. وأعتقد بأن ما تسمى باللجنة الدستورية سيكون نصيبها الحل إذا ما ضل طيب خليني أنهي لو سمحت. نعم ضيفي من القاهرة أستاذ سيهانوك ديبو ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر شكرا جزيلا لك. والشكر لك ضيفي من واشنطن أستاذ بشار جرار كاتب ومحلل سياسي على كل ما تفضلت به. والشكر لك أيضا ضيفي من باريس دكتور يحيى العريضي عضو الهيئة السورية للتفاوض وعضو اللجنة الدستورية على كل ما تفضلتم به في الحلقة. والشكر العظيم لكم مشاهدينا دمتم بخير إلى اللقاء.